صباح الخير، كيفكم؟ اليوم بدنا نكمل المحاضرات وشابتر الكونكتيف تيشو هايبر بليزيا اند نيو بلازم. وصلنا في المحاضرة الماضية عند الهيمانجوما وحكينا كيف كلينيكالي بنشوفه، هيستولوجيكالي هيستوباثولوجيكال ابييرنس اوف ذا هيمانجوما والسندروم الاسوسييتد وذ هيمانجوما. هلا بدنا نحكي عن الليمفانجوما ونحاول نقارنها مع الهيمانجوما. طبعا الهيمانجوما مور كومون ذان ذا الليمفانجوما، تتذكروا الكلر تبعت، بدنا نقارن عشان برضه نتذكر الهيمانجوما كيف كانت الكلر والشيب تبع الهيمانجوما، يا كانت فلات يا كانت ريزد ليجن، والكلر تبعت الهيمانجوما كانت ديب بلو، شكلها زي مستنقع بلاد بيربل. هلا الليمفانجوما ما بتكون فلات، عاده بتكون elevated raised lesion، الكلر تبعتها lighter than the normal mucosa، مش زي الهيمانجوما بتكون كتير dark blue purple، هنا بتكون الكلر تبعتها lighter than hemangioma و lighter حتى than normal mucosa. طيب مين الكومون اكثر؟ قلنا الهيمانجوما. اذا الليمفانجوما uncommon benign new plasm، والافضل ان ما نقول عنها new plasm لانها مش capsulated fused with the surrounding mucosa and structure، هي just hamartoma overgrowth arising from lymphatic vessels. هناك كانت الهيمانجوما هي نعم hamartoma overgrowth arising from blood tissue blood vessels. التنتين developmental disorder بيجوا عند الأطفال صغار بالعمر، يعني بنشوفهم أول إشي. عادة الليمفانجوما تكتشف before the patients reach 10 years old. clinically الليمفانجوما زي ما حكينا irregular isolated elevated lesion، هناك ممكن كانت تكون flat أو elevated raised lesion. الكلر تبعت الليمفانجوما كمان بنقول عنها بتكون lighter than the normal mucosa lighter than hemangioma. هناك تتذكر بالهيمانجوما لما كنا بدنا نعملها diagnosis جبنا glass slide وعملنا pressure على الليجن وشفنا ان الليجن planching، هون ما فيش موضوع planching، هي جواتها blood، هي جواتها lymph ground substance lymph. الليمفانجوما بنشوفها بشكلين، يا بتكون عبارة عن بليسترز، يعني البليسترز بيكون عددهم كتار سميناهم bubbly appearance bubbly texture، أو الليمفانجوما ممكن تكون diffused مش bubbly appearance، سموها shaggy appearance. إذا في ممكن تكون الليمفانجوما يا bubbly يا shaggy. البابلي هي بتكون عبارة عن multiple small blisters، والشاقي بتكون diffused lesion. البلسترز papillary projections appearance، كمان هي تعبير تاني papillary projection appearance لما تكون هدول البابلي appearance أو bubbly texture. هلا بنشوف صورة بتوضح لنا هذا الحكي. بعدين الليمفانجوما في منطقة في النك، لما تكون bilateral الليمفانجوما في النك وبتعمل عنا swelling والswelling بيكون كتير واضح، هذا الليجن يطلق عليها cystic hygroma. إذا الليمفانجوما لما تكون bilateral في النك اسمها cystic hygroma. الليمفانجوما intraorally أكثر منطقة بتأثر على
تانج، وعادة بتكبر حجم التانج، بصير في عنا ماكرو جلوسيا. هاي ايش هذا ال هون؟ شو في عنا هون؟ هاي اللي جن شو اسمها؟ يلا هلا شرحت عشان فهمتكم. ال 85 واحد اليوم الاقل اقل مره بس بيزيدوا ان شاء الله. ايوه شو اسمها هاي لما تكون في النك وباي لاترال وسويلينج وعباره عن لمفنجوما سيستيك جروما. تمام 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 كلكم حياتكم صحيين الصبح. طيب هون هذا الابيرنس عباره عن بابلي ابيرنس ولا شاقي؟ لما يكون هيك سمول بلاسترز، شوفوا كيف على التانج لما تيجي الهيمانجوما بتصير حجم التانج اكبر. ماكلوغلوسيا هون شو اسمه؟ بابلي صح. بابلي 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 الاولى اضبط يعني بالبي بابلي مش بابلي اللي هي. طيب بابلي ابيرنس من بابلز. سمول بلاسترز بابلي بروجكشنز، هيات بلاستر بروجكشنز بابيلاري بروجكشنز، فهذا هون التعبير الثاني. لما تكون ديفيوزد ما بيكون هيك بس ما فيش صوره. بسنه رابعه في عندي صور اكثر نشوفها للشاقي ابييرنس اوف لينفنجوم، هلا مش موجوده. طيب هيستولوجيكالي مين بذكرني كيف كان الهيستولوجي تبع الهيمانجوما؟ كان في عندنا تو تايبس. بس هيك سؤال اشوف اذا في حدا بدرس او في حدا بتذكر جزء اخر محاضره انتم تعبتوا هو لما وصلنا للهيستولوجيكال ابييرنس اوف هيمانجوما. بس هيك سؤال يحكي لي في عندنا تو تايبس للهيستولوجيكال ابييرنس اوف هيمانجوما. او والله في ناس حياتهم بحاولوا يدرسوا. كابيلاري اند كافيرنا صح. والكابيلاري لما يكونوا البلاد فيزلز بيكونوا صغار صغار بالحجم، لما يكون البلاد فيزلز كبار كم سميناهم كافيرنس. ودائما هو السبيسز هذول السبيسز اللي فيهم البلاد لما يكونوا صغار بالحجم كابيلاري، لما السبيسز يكونوا حجمهم كبير بيكون اسمهم كافيرنس، وعاده بيكونوا لايند باي اندوثيليوم صح. طيب هنا هيستولوجيكالي هي جاست عبارة عن lymphatic channels، وبنشوف شو داخلها، بنشوف داخلها lymph اللي هو granular material lymph. إذا هي عبارة عن composed of many dilated lymphatic channels filled with a granular material lymph. هون ما فيش خطر من البليدنج هناك، حتى لما كنت حكيت لكم بتخوف إذا واحد شاف ما عرفش انها هيمانجوما او كانت الهيمانجوما سنترالي موجوده في البون واسوسييتد وذ لارج بلاد فيزلز، ممكن المريض ينزف اذا عملنا لها سيرجري، اذا مسكنا البليد وفتحنا نعمل ناخذ بايوبسي من هاي الليجن مش عارفين شو هي، او بدنا نشيل هاي الليجن ممكن هذا المريض ينزف وما نعرفش نوقف النزيف. هون ما في خطوره من هذا الحكي لان اللي جواته مش بلاد فيزلز، عباره عن هي عبارة عن dilated lymphatic channels. لكن في مرات بتكبر بالحجم وبزيد الكلر تبعها due to trauma، بصير جواتها hemorrhage bleeding، بس هذا الهيمرج localized يعني بيخوفش، فعشان هيك هو السيرجري أكتر شيء بتكون التريتمنت بيكون surgical removal للليجن. برضو لما تكون الليجن زي بهذا الطنق هالقد حجمها زي ما شفنا قبل شوي ممكن السيرجري ما تنعمل مرة واحدة، تنعمل in stages يعني يصير شوية هيلينج بعدين تكمل كمان مرة تعمل سيرجري تو ريموف الليمفانجوما. إذا الهيمرج is not a problem with الليمفانجوما. عادة السمول ليجنز مش عاملة أي مشكلة، ممكن إنك تتركها وما تشيلها ومش عاملة أي مشاكل، بس إذا الوحدة لما تكون زي الليجن قبل شوي يعني مأثرة على شكل المريض على شكل التانج على هاي بدها سيرجيكال ريموفال، والهيمورج هون مش مشكله. هياتو channels of lymphatic channels filled with lymph granular substance. اوكي ممكن يكونوا ميكست كافيرنس كابيلاري اور ميكست مظبوط.
اي هيك رجعنا راجعنا الهيمنجوما قارناها. طيب برضو سؤال قلت عن سيندرومز اسوشيتد وذ ليمفانجوما، حكينا هون عن السيستيك هيجروما لما تكون، هلا هناك بالهيمنجوما شو هم اسم التو سيندرومز اللي اسوشيتد وذ هيمنجوما؟ واحد بيأثر على ترايجمينال نيرف، بيكون زي الديستريبيوشن اوف ترايجمينال نيرف، ستيرج ويبر سيندروم صح، والثاني اسمه اوزلر ريندو اوزلر ويبر سيندروم او هيريديتري تيلنجكتازيا. طيب تمام، هلا نيو بلازم arising from adipose tissue، بدنا نحكي كمان بعد شوي new plasm arising from nervous tissue، بعدين بدنا نحكي كمان عن new plasm من المسلز، new plasm من الconnective tissue اللي هم. طيب نحكي عن new plasm of adipose tissue، شو اسمه اللي زي ما new plasm لما يطلع من الadipose tissue من الفات سيلز؟ أخذته أتوقع بالجينرال باثولوجي. لايبوما، لايبوما، لا صح. هلا اللايبوما كومون كابيناين ليجن في البادي، لكنه مش كومون انترا اورالي، موجود لكنه مش كومون، رير. 1 لـ 4% فقط من البيناين نيوبلازم الابيرز في الاورال كافيتي عبارة عن لايبوما. موجود بس لكنه رير uncommon، هو عبارة عن new plasm of adipose tissue lipoma. الكوز معظم البنائن tumors وحتى المالignant الكوز is unknown. هو هذا اللايبوما slowly enlarging بسبب انه جواته adipose tissue راح يكون soft with the smooth surface mass of submucosal tissues، يعني بنشوف ماس سب ميوكوزال موفابل سوفت وسموث، يعني حتى الميوكوزا نفس تكستشر اوف ادجيسنت ميوكوزا، لكن الكلر تبعتها بتختلف كل ما كبر حجمها، كل ما زادت واكثر صارت مور لايت يلو الكلر تبعت هذا الليجن. يعني هي الليجن بتكون الدبث تبعها انه جواتها شيء لايت لايت يلو، يعني مش شكلها نفس شكل الأورال ميوكوزا، بتكون دوم ان شيبت إليفيتد ليجن، الباك جراوند تبعت الليجن هاي بتكون يلو بسبب انه جواتها أديبوس تيشو فات سيلز. هلا بنشوف صورة بتدلنا شو يعني، وهي نفسها التكستشر تبعتها لا فيها ألسريشن ولا فيها رفنس، تكستشر تبعت الكفر تبعت هذه الليجن زي الادجيسنت ميوكوزا، السيرفس تبعت هذه الليجن زي الادجيسنت ميوكوزا، وسلولي انلارجينج. طبعا كل البناين ليجنز سلولي، عاده المالجنانت ليجنز بصير في عندنا رابيد انلارجينج، لكن البناين ليجن عاده بتكون سلولي انلارجينج. اذا histologically lipoma composed of well differentiated fat cells arranged عادة in lobules separated by fibrous septum، وهدول ال fat cells indistinguishable from normal adipose connective tissue، لكن هو عبارة عن true new plasm لأنه هو عبارة عن new growth. قبل في المحاضرة الماضية لما كنا نحكي على connective tissue hyperplasia ما كنا نحكي انه عبارة عن نيو بلازم، لانه من نفس السيلز مش نيو جروث، هذا نيو جروث. اذا هي بناين نيو بلازم 1 لـ 4% من البناين نيو بلازم الافكتنج الاورال كافيتي، اكثر مناطق بقى الميوكوزا ممكن انا شلتها مرتين من الفلور اوف ذا ماوث، ممكن كمان تكون موجودة على التانك. كابسوليتد ليجن بتشيلها as a one unit
فالسيرجيكال اكسجين اوف ليبوما ار كيوراتيف، بانه ما فيش فيها ريكرنسي، بتنشال كل الليجن. السيرجري تبعتها مش صعبه، لما يكون البناي ليجن ويل كابسوليتد فبتشيلها مع الكبسول تبعها فبتشيل كل الليجن. هاي لما حكينا كابسوليتد هي عباره عن ماتيور فات سيلز، وهي هنا associated with connective tissue. طبعا هاي الفايبروبلاست، هاي هدول اديبوس تيشو، هدول هم الفايبروبلاست. هلا هون كلينيكالي قلنا دوم شيب اليفيتد ليجن سب ميوكوزال ماس، هاي ديسكريبشن للليجن. الميوكوزا الكفرنج اللايبوما زي الادجستن ميوكوزا سموث، لكنه الكلر تبعتها لايت يلو، الدبث تبعت هاي الليجن لايت يلو بسبب وجود الماتيور فات سيلز. حلو. نيو بلازم رايزنج فروم ذا نيرفز، وين ما موجود نيرفز بالاورال كافيتي ممكن يكون في عندنا نيو بلازم، يعني بالسوفت تيشو او في البون، والبون اكثر منطقه في المانديبل. عادة النيو بلازم هاي arising from peripheral nerves. برضو الاتيولوجي والباثوجينيسيز ليش بتصير هاي التيومرز اللي هم benign tumors mainly is unknown. طبعا مش كلهم benign، في جزء منهم ممكن يكون malignant او يتحولوا لmalignant. عادة بيكونوا single lesion النيو بلازم arising from the nerves، ما عدا نوع من انواع النيوروفايبروما، لما يكونوا مالتيبل بيكونوا هذول اوتوزومال دوميننت ديزيز اسمه نيوروفايبروماتوسيس، هذا الديزيز. وهون بتكون لما يكونوا مش سنجل، لما يكونوا مالتيبل بوتنشلي مالجنانت ممكن يتحولوا لنيوروفايبروساركوما. جزء من هذول النيوروفايبروما هم عددهم كتار مالتيبل ممكن تحولوا لنيوروفايبروساركوما، بس الباقيين كلياتهم مينلي بيكونوا بناين، وعادة بيكونوا سنجل، واحدة بتكون الليجن. زي ما حكينا انه ممكن هدول البريفرال نيرفز يكونوا موجودين بالأورال ميوكوزا بالسوفت كسوفت تيشو، فتكون الليجن عبارة عن سب ميوكوزال نوديول، او في مرات ممكن يظهروا جوا البون في المانديبل خاصة. لما يكونوا في الميوكوزا عادة بيكونوا painless sub ميوكوزا النوديول، ما بيأثروا على التكستشر تبع السيرفس سموث. وهاي الليجن عادة بتكون solitary في حالة واحدة، اذا كانت multiple اللي هي نيوروفايبروما بيكون عبارة عن ديزيز، هذا autosomal dominant disorder. نبدأ بأنواعهم، بدنا نحكي عن شوانوما، الاسم الثاني تبعها نيورولايموما، ولنا نحكي على نيوروفايبروما. Uncommon benign neoplasm نيورولايموما أو شوانوما arising from the nerve sheath arising من الشوان سيلز اللي بشكله النيرف sheath. فمنشوفهم كيف النيوروفايبروما، زي ما حكينا كلهم بيكونوا single painless slowly growing submucosal mass or nodule، بس إلهم النيورولايموما وشوانوما distinctive histological appearance وهم totally benign، ما بتحولوا لمالجنانسي. إذن كمان مرة منأكد النيورولايموما عادة arising from the sheath of the peripheral nerves. Most common site للنيورولايموما هو التانج، followed by palate buccal mucosa ممكن في المانديبل. لكن إذا أجا سؤال وين most common site for its occurrence للنيورولايموما، هو التانج. عادة بيكون capsulated عشان هيك benign، أي ليجن بتكون benign وcapsulated 100% بتكون التريتمنت تبعها surgical excision والrecurrency is very rare، وما في احتمالية إنها تتحول لmalignant ليجن. لما حكينا على distinctive microscopical appearance of neurolymoma أو شوانوما composed of two types of tissue designs،
يا أنتوني A يا أنتوني B يا combination between أنتوني A and أنتوني B. شو يعني أنتوني B أو أنتوني A بالأول؟ هو لما تكون التشو اللي مشكلة هذا التيومر composed of very regular pattern of nuclei. النيوكلياس مصفطة. نشوف النيوكلياس اللي هم spindle shaped اللي بتكون النيوكلياس عادة بالطاولة والسلم تكون بالطول، لكنهم جايين بصفوف وبيناتهم parallel arrays of collagen fibers. والنيوكلياس بتكونوا palisated. شو يعني palisated؟ موجودين بقطب من قطب السل، يعني ما بيكونوا بالنص، بيكونوا بطرف من هذه الأطراف. while Anthony B الديزاين تبع هذا بيكونش بيكونش هيك ريجولار بهذا الشكل، بيكون عندنا سبندل شيبس، بيكون باليسيتد نوكليار، لكنهم مش مصفطين تصفيط. التصفيط هو للأنتوني A. هذا هو الهيستوباثولوجيكال ابييرنس. انا بنشوف صوره طبعا الان توتالي بيناين برضه اديكويت سيرجيكال اكسجين اوف نيورولايموما ار كيوريتد. ريكالنسي فيش ريكالنسي فيش مالجنسي هي الليجن. طبعا هلا انت كلينيكالي تقدر تقول هذه عباره عن نيورولايموما؟ طبعا لا، بس بالهيستوباثولوجيكال ابييرنس من نعمل كونفيرميشن للدياجنوستس. تشبه كثير بناين ليجنز. هلا اللايبوما اختلفت شوي، انها كانت اكثر فيها جواتها يلو، يعني بدل دوم شيب، لكنه ليش ما تكون نيوروفايبروما؟ ما بنقدر نعرف، ما بنقدر نعرف الا بالهيستوباثولوجيكال ابييرنس. ليش ما تكون ترو فايبروما؟ برضه ما بنقدر نعرف الصراحه. فدائما بنحط ديفرنشال دياجنوستس والهيستوباثولوجيكال، عشان هيك الاورال باثولوجي مهم، لانه الهيستوباثولوجيكال ابييرنس بيعمل عندنا كونفيرميشن للدياجنوستس. منيح. هي لما نقولنا كابسوليتد، هي هالليجن هي حواليها كابسول كابسوليتد. شوفوا هون في باترن باترن، هذا هون انتوني اي نيوكلياس مصفطين هيك يعني زي صفوف، بناتهم arrays of collagen fibers cells spindle cells. والنيوكلياس palisated مش واضحة هون، لكن إذا في تكبير أكبر بتكون النيوكلياس palisated. هذا نيورولايموما. هلا نيوروفايبروما زي حكينا، شو التايب ايه؟ انتوني هو انتوني A وانتوني B. لانتوني A زي ما شفنا هاي الصورة قبل شوي، بتكون ايش الصور؟ بتكون عندنا هلا بنعيدها طلعت ترجع. الانتوني بي ما بيكونوا هيك السيلز مصفطين. تلاحظوا انه في عندك هيك اشياء ماشي بالطول صف 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 صف، ما بتشوفوا هذا الحكي الا بالنيورولايموما. غير السبندل سيلز هذول بيكون كلياتهم برضو بالطول السيلز. فالانتوني اي بيكونوا بهذا التصفيط، الانتوني بي بيكونوا ملخبطين مش لهالدرجه. بيناتهم الريز اوف كولاجين فايبرز. Neurofibroma and von Recklinghausen's disease. برضو slow growing benign neoplasm arising from the nerve sheath من ال peripheral nerve. Neurofibroma نفس الشيء، موجود in two forms. Yes, literally اللي هو totally benign submucosal mass أو submucosal nodule slowly growing، موجود any site intraorally عالطنق على الليبيا الميكوزا بكال الميكوزا floor of the mouth موجود، حتى ممكن يكون موجود في البون. أي وين ما هو موجود البريفرال نيرفز. أما إذا كان في عندنا multiple lesions، يعني multiple lesions عادة بس بتكون intraorally وبتكون كمان على الجسم، بنلاقي إنه في عندنا كتير neurofibroma. الهيستوباثولوجيكال appearance كلهم هدول عبارة عن neurofibroma بس عددهم بالمئات، بعطي شكل اجريسيف للبيشنتس disfiguring. هلا بنشوف صور، لكن مشكله هذا المرض اللي هو النيوروفايبروماتوسيس، الاسم الثاني تبعه فون ريكلينغ هاوسنز ديزيز او النيوروفايبروماتوسيس ديزيز اوتوزومال دومينانت ديس اوردرز، موجود اذا كمان
بالفاميلي عادة بتلاقي أكثر من واحد من الأفراد العيلة مصاب بهذا المرض. incurable ما بتقدر تعالجه لأنه أعدادهم كبيرة، بتقدرش تعمل سيرجري لكل هاي الليجنز موجودين على السكن، موجودين intraorally، فما بتقدر تشيلهم كلهم، فهو incurable. جزء منهم 20 ممكن لخمسة وعشرين أكثر شيء 30% يتحولوا لنيوروفايبروساركوما، فهنا بتصير الليجن هاي مالignant وبصير في عنا risk of life threatening، يعني خطر هذه اللي نيور، وزي ما قلنا ما إله علاج. بعدين خاصية أخرى لنيوروفايبروما في عنا بالسكين بصير hyperpigmentation. الhyperpigmentation على السكين described as cafe ole spots. زي الكافي أولي، زي هيئات النيوروفايبروماتوسيس. إذن شو اسمه هذا؟ يعني نيوروفايبروماتوسيس، يا فون ريكلانغ هاوسنز ديزيز أو إليفنت مان ديزيز، كل هاي الأسماء ممكن استخدامها. هاي نوديولز 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 على كل السكينز هندردز أو إذا مش ألاف كمان من النيوروفايبروما. بعضهم شوف كيف عامل ديسفيجرين، بعضه ممكن تحول لنيوروفايبروساركوما. هلا اذا في وحده لقينا انها في عليها تروما ممكن انها بلشت تتحول، ممكن تعملها سيرجري، لكنه وحده ثانيه برضه بتتحول لنيوروفايبروساركوما، فهذا الخطر. هي النيوروفايبروما انترا اورالي سب ميكوزال ماس نوديول مالتيبل في النيوروفايبروماتوسيس. تمام. طبعا من الهيستوباثولوجي بنعرف انه هذا الاصل تبعته نيرفس تيشو، بنشوف فيه فاريشن للنيوروفايبروما، لكن عاده كونسيست من ميكتشر اوف شوان سيلز اللي بدل على الاوريجين نيرفس تيشو مع فايبروبلاست مع اماونت اوف كولاجين اند ميكود جرام سبستانس بتوين هاي السيلز. ايوه هاي شوان سيلز، هذول هم الشوان سيلز اذا ماخذينهم بالباثولوجي الجنرال باثولوجي، وهي هنا الفايبروبلاست والجراوند ميكويد جراوند سبستانس. اوكي تروماتيك نيوروما، هو مش true neoplasm، هو reaction regenerative reaction. هلا نعرف انه احنا دائما النيرفز لما يصير فيه cut دائما بيصير فيه regeneration، بيحاول انه يعمل regeneration. اذا كان الكت كامل يعني انك انت شايل كل من اصله الشيث مع الاكسون، فهذا الريجنريشن بيعمل عندنا ليجن اسمها تروماتيك نيوروما، بيحاول انه يرجع النيرف الى محله بس بيقدرش يرجع، فبيسوي ماس. ماس عادة بتكون painful disorganized mass في الاريا اوف ذا انجري. الانجري شو ممكن تكون؟ during surgery واحد عمل cut للنيرف، او during trauma accident trauma fracture في البون سوى عندنا cut للنيرف. فمثلا الريجنريشن هذا reaction لل peripheral nerve to the local injury عمل عندنا disorganized painful mass اللي اسمها traumatic neuroma. اذا هو not a neoplasm، هو عبارة عن reaction of peripheral nerves to the local injury. التريتمنت عادة simple exogen وبتروح الليجن، بس اذا كان هذا النيرف طبعا إلو خاص إلو فائدة، لأنه في إحساس في إشي بروح الإحساس، لأنه أنت الريجينريشن هذا ما بيرجع، بيعمل عندنا في جاست هذا الماس، وهو totally benign وبتحولش لأني dangerous lesions، ما بيصير يتحول لإشي malignant. هذا هو التروماتيك نيوروما. granular cell tumor
كل الليجنز اللي حكينا عنهم قبل شوي ممكن يكونوا بالتانج قلنا، ممكن يكونوا بالفلور اوف ذا ماوث، ممكن يكونوا بالباكالميوكوزا. هذا الجرانولار سيل تيومر بس موجود على التانج. عشان هيك بالليتريتشر قديما جرانولار سيل تيومر اعتبروه انه جاي من سموث ماسلز، لانه التانج هو عباره عن مسل، فهو قالوا انه ممكن عباره عن الاورجن تبعه السموث ماسلز. لكن له بعد ما شافوا الهيستوباثولوجيكال ابييرانس الجرانولار برضه سيل تيومر ارايز فروم بيريفيرال نيرفز. إذن عشان هيك بنحكي بموضوع التيومرز الارايزنج فروم نيرفس تيشو. بس كمان مره اللوكيشن تبع جرانولار سيل تيومر برضه سؤال، وين دائما؟ تانك بينليس ليجن سب ميوكوزال ماس زي ما شفناهم قبل شوي، زي النيوروفايبروما زي النيورولايموما او الشوانوما، لكنه بس بيكونوا موجودين على التانج وخاصة dorsal surface of the tongue or lateral surface mainly. هم مش arise from muscles, they arise from peripheral nerve sheath. فالoriجين تبعته nervous tissue. من اسمه granular cell tumor فنقدر نعرف انه كيف الهيستوباثولوجيكال ابييرنس لهذا التيومر اللي هو بيناين تيومر. هو عباره عن يعني mainly composed of large pale staining cells filled with fine granules. Nuclei of these cells are very small. عشان هيك هم large cells with small nucleus، فعشان هيك النيوكليا السيل هاي بتكون pale staining. في كمان خاصية أخرى إنه في عندنا في هذه الليجن هياتها زي ما شفنا الليجن سابميوكوزال ماس إليفيتد ماس هيستوباثولوجيكال أبييرانس بيدل إنها عبارة عن جرانولار سيل تيومر. كومبليكيشن اللي بتصير مع الباثولوجيست إنه في كتير في هذه الليجن سيدو إبيثيليماتوس هايبر بريجيا، إذا في عندنا كتير أجريسيف هايبر بريجيا. عشان هيك ال الباثولوجيست ممكن يلخبط انه يعتبرها potentially malignant او malignant lesion عبارة عن oral squamous cell carcinoma. بس الاورجين تبعتها بسبب انها nervous tissue فهي ما بتتحول ل malignant lesion، فهي عبارة عن granular cell lesion. طبعا كيف نقدر اذا ما قدرش الاورال باثولوجيست يكتشف انها من nervous cyst عن طريق الاميونوكيمستري ستاديز ممكن يدلك على وجود الاوريجين تبعها اللي هو من النيرفس تيشو. اديكويت اكسجين لجرانولار سيل تيومر فيش ذا كرنسي، عشان هيك هي بيناين على الرغم الهيستوباثولوجيكال ابييرنس مرات بخوف بسبب وجود البروميننت هايبر بلاجيا. هاي في عنا granular cell tumor، في حواليها كابسول، في هون كتير عنا hyperplasia هيات، وفي احتمالية هاي pale cells. فرجوا كيف شفناها pale cells، ها هذا هو pale يعني السل كبيرة والnucleus is very يعني very small هيات pale. فالباثولوجيست الشاطر بيقدر يعرف إنه الأوريجين بيرضو من النيرفس تيشو عبارة عن جاست هاي جرانيولار سيل تيومر. تيومرز أوف مسل عادة رير بيحدثوا في الأورال كافيتي، بنحكي على اثنين تيومر، واحد بيناين واحد مالجنانت. البيناين هو الليوميوما عبارة عن بيناين سموث مسل تيومر. في الأورال كافيتي عادة الليوميوما الأوريجين تبعته من الـ walls of blood vessels، يعني هو عبارة عن أنجيوميوماز. كيف منشوفها التيومرز هذه انترا أورالي؟ برضو ممكن يكونوا موجودين على التانك، على الهارت بلات، على البكالميوكوزا، هذول أكثر مناطق فريكوينت إنه يصير فيهم الليوميوما. painless sub mucosal mass or nodule
اذا without symptoms بكون هذه التيومرز. في بعض الحالات ممكن يكونوا شوي تندر. هرمونال ستيمولس اوف ليوميوما. لا هذول في الاورال كافيتي جزء من محلات الاخرى بالجسم. هون الليوميوما في الاورال كافيتي عاده موجود بيكونوا طلعوا من الوولز تبعت البلاد فيزلز. الوولز تبعت البلاد فيزلز بيكون جزء منها بتشكلوا من السموث ماسلز، فعشان هيك بيطلع عندنا هاي الليجن انترا اورال بنشوفها از اي بين للسب ميوكوزال ماس. ممكن في بعض المرات يكون شوي تندر. اكثر مناطق الليوميوما بتكون موجوده فيها تانك باكل ميوكوزا فلور اوف ذا ماوث توتالي بيناين. ربدو مايوساركوما مش بيناين، اسمه مايوساركوما، عاده اوكيز بالفيرست ديكيد اوف لايف اذا في تشيلدرن، عباره عن سكليتال مسل نيو بلازم. موست كومون على الرغم انه رير بس هو بنقدر نعتبره موست كومون سوفت تيشو ساركوما اوف ذا هيد اند نيك area. على soft tissue sarcoma the most common one في الهيد اند نيك area هو الربدوميوساركوما. على الرغم من ذلك لسه نعتبره rare neoplasm. من المناطق اللي بيظهر فيها واحدة على soft palate. طبعا هون لما تكون ربدوميوساركوما غاد كنا بنحكي على اي شيء بنايت slowly growing، هون rapidly growing painless mass. ممكن يصير على التانج او مناطق اخرى على البكال ميوكوزا، لكن له شكل معين بيعمل عندنا كلاستر اوف مالتيبل بوليبويد سويلينج بيشبه البانش اوف جريبس زي قطف العنب. الربدوميوساركوما كلينيكالي شكله زي قطف العنب مالتيبل بوليبويد سويلينج. ها هاي بي انجوال سلايد ممكن، بس هنا شكله زي قطف العنب وبكبر بسرعة. صح صح زي قطف العنب وبكبر بسرعة painless. بخوف انه بيطلع عبارة عن ربدو مايو ساركوما. هلا حكينا عن الترو فايبروما انه very rare seldom diagnosed intraorally. كل الليجنز اللي بتشبه الفايبروما عبارة عن connective tissue hyperplasia، فانه clinically ما بنقدر مثلا نميز الترو فايبروما عن fibroepithelial polyps او fibrous epithelius. اما في عندنا فايبروساركوما ممكن يكونوا في الاورال كافيتي، لكنهم رير، موجودين بالهيد اند نيك، موجودين باكثر من محل في الجسم، ودائما هاف ا جود بروجنوسيس. اذا الفايبروساركوما لهم جود بروجنوسيس، هذه معلومه نعرفها، وذ 5 year survival rate اكثر من 70%. بدنا نحكي هلا في الشابتر الجديد، نبدا فيه شوي بعدين بناخذ بريك بعدين بنكمل فيه، بدنا نحكي على وايت ليجن كيراتوز اند ريليتد ديس اوردرز اوف ذا اورال ميوكوزا. وايت ميوكوزا ليجنز في بعضهم ما بيتحولوا لمالجنانت، وفي بعضهم ممكن هاي الوايت ليجنز بتخوف تتحول لمالجنانت، او هي الوايت ليجن بالاصل هي عباره عن كارسينوما، عن سكواموس سيل كارسينوما او كارسينوما انسايتو. ففي هون شوية تعابير كتير نبدأ فيها في هاي المحاضرة، نحكي عن تيمز مختلفة. ايش معناها لو سمحت؟ potentially malignant، ما اعرفش الكلمة اللي بتكتبوها.
لسه ما بلشت تنبحرها، كل شيء راح اعيده. التيرم اللي بدنا نحكي فيهم كتير تيرمز. لما نحكي كيراتوس شو يعني؟ عادة بيكون وايت باتش، بصير في عنا في هاي الواتش وايت باتش ليش سببها؟ abnormal or increased الكيراتين production، عشان هيك اسمها كيراتوسيس. الأورال كيراتوسيس ليش appear white؟ لأنه بصير عنا thickening وabnormal كيراتين اللي تشكل هذا، بصير له hydration يعني become hydrated as result of being bathed by saliva، عشان هيك بطلع اللون أبيض. إذن الأورال كيراتوسيس عادة لونها white patch، زي ما حكينا الوايت باتش في الاورال ميوكوزا ممكن تكون جاست كيراتوزيز، ممكن تكون بوتنشيالي مالجننت ليجن، وممكن تكون حتى مالجننت. نعيد تعبير كيراتوزيز، شوفوا بحرف الاي حكينا شيء بالجنرال باثولوجي، بحرف الاي كيراتوزيز تعريفها increased كيراتين برودكشن او increased abnormal كيراتين برودكشن. عاده الكيراتوسيس او شيء دائما الكيراتوسيس not removed by scrapping. الليجنز اللي كان بي ريموفد باي سكرابينج، وايت ليجن كان بي ريموفد باي سكرابينج او ويبت اوف، هي عاده الكانديدا. هاي الليجنز الوايت باتشز اللي cannot be removed by scrapping and cannot be whipped off هي الوايت ليجن اللي اسمها الكيراتوسيس. Classified on the basis of the etiology. حسب الاتيولوجي ممكن تكون الوايت ليجن هاي السبب تبعتها تروماتيك، والتروما ممكن تكون ميكانيكال، ممكن تكون كيميكال، ممكن تكون ثيرمال. اذا هاي وايت ليجن ديو تو تروما، تروماتيك كوز. وايت ليجن كلاسيفيكيشن عماني بعمل للوايت ليجن. وايت ليجن ممكن تكون ايش؟ developmental. بدنا نحكي هون فقط عن اكثر وحده او تنتين المهمات اللي هي وايت سبونجي نيفاس وليكو اديما. في سنه رابعه بنحكي عن كمان أربعة خمسه فيري رير، هم معظمهم زي الوايت سبونجي نيفاس بكونوا developmental autosomal dominant disorder. اذا وايت ليجن due to infection، زي ما حكينا الكانديدا ممكن تعطينا وايت ليجن بس كان بي سكرابت اوف. حتى الكانديدا ممكن تعطينا وايت ليجن كانت بي سكرابت اوف، وعاده بتكون وايت ريد ليجن كرونيك هايبربلاستيك كانديدياسيس سبيكل ليكوبليكيا. في انواع من الليكوبليكيا لها علاقه بالفيرال انفكشن زي الهيري ليكوبليكيا باللي بتيجي بالاميونو كومبرومايزد بيشنتس بالايدز بيشنتس، او واحد عنده كيدني ترانسبلانتيشن وباخذ ستيرويدز وباخذ الاميونو سبريسنس دراجز، فهذول بصير عندهم اميونو سبريشن مور سسبتبل انه يصير في عندهم ريجنز، واحده منهم الهيري ليكوبليكيا. انفكشن ديو تو بكتيريا سيفلس، في عندنا سيفليتيك ليكوبليكيا ديو تو سيفلس، اذا وايت ليجن اسمها سيفليتيك ليكوبليكيا ديو تو بكتيريال انفكشن. إذن هاي كمان نوع آخر. في عنا كمان dermatological causes للوايت ليجن اللي هي lichen planus lupus erythematosus. وايت ليجن لا هي هيك ولا هي هيك ولا هي هيك، idiopathic مش معروف السبب تبعها، ممكن ال predisposing factor يكون هو التدخين mainly اسمها leukoplakia. إذن كانت شو هي leukoplakia؟ ليكوبليكيا كلاس يعني هي الوايت ليجن that cannot be scrubbed off and cannot be diagnosed clinically or pathologically as any other entity. يعني لا هي هيك ولا هي exclusions. وزي ما حكينا الوايت ليجنز ممكن تيجي كمان نيوبلازم، تيجي مالجننت، تيجي سكواماس سيل كارسينوما. هاي حكينا عملنا كلاسيفيكيشن. نعيد الكلاسيفيكيشن أو etiological classification للwhite lesions of the oral mucosa. Traumatic, traumatic metal mechanical, frictional keratosis, cheek bite, linea alba. Frictional keratosis
due to sharp cusps يعني وهكذا traumatic chemical aspirin burns traumatic ممكن يكون thermal نحكي عن nicotine stomatitis nicotinic stomatitis infective candida ممكن زي chronic hyperplastic candidiasis هذا يسوي عندنا white legion syphilitic leukoplakia due to bacterial infection اللي هو syphilis أو heliocoplakia due to viral infection اللي هو Epstein-Barr virus dermatological lichen planus lupus إذا idiopathic مش معروف السبب هي leukoplakia وممكن تكون squamous cell carcinoma أو carcinoma in situ كل هدول ممكن يكونوا white legions نحكي شوية histopathological terms بعدين ناخذ البريك لما نحكي orthokeratosis طبعا الاورال ميكوزا من ايش تتشكل تتشكل من epithelium زائد connective tissue الابيثيليوم عباره عن stratified squamous epithelium والconnective tissue اللي هو المطلق عليها اللامينه بروبريا في الاورال ميكوزا هلا بدنا نحكي histopathological terms في تغييرات بالإبيثيليوم هذا لما نحكي orthokeratosis اللي هي superficial cell layer squamous layer of the epithelium بصيروا flattened without nucleus and nucleate and have homogeneous acidophilic cytoplasm لما نحكي parakeratosis superficial cell layer of the epithelium again بيكون flattened acidophilic لكن contain picnotic nuclei شو يعني picnotic nuclei يعني condensing nuclei صار في عندنا destruction في النيوكليوس زغرة النيوكليوس هذا الباراكيراتوسيس الأورثوكيراتوسيس ما فيش نيوكليوس بالأصل تعبير الهايبركيراتوسيس بالآي هون increased thickness of the keratin layer hyper parakeratosis increased the thickness of parakeratin layer منيح اخذينهم في محل ما هدول ولا جداد شو يعني orthokeratosis وparakeratosis وhyperkeratosis بنحكي هنا على الإبيثيليوم لأنه كل شوي بدنا نحكي هاي دول الديسكريبشنز فبدنا نفهم لما نحكي هيك شو يعني بنستعمل كتير hyperkeratosis اللي يعني إيش increased thickness of keratin layer أوف في حدا بيحضر طيب تمام قرأتوه رائعين وأنا ماشي عمالي في المحاضرات زي الكتاب مزبوط أو زي الأوتلاين اللي أعطيتكم إياه فبتقدروا دائما تعرفوا شو هي المحاضرة وصلكم الأوتلاين مظبوط بعدته أنا شوف تمام كل شيء تمام أوكي فبس فهمناهم اللي مش صعبين. Hyper parakeratosis increased thickness of the parakeratin. Keratosis بالآي ولا ليس بالإي. قبل شوي لما قلنا بالإي abnormal keratin production أو increased الكيراتين production increased abnormal keratin اللي هو صار فيه هذول الكيراتين hydrated لأنه path by saliva وصار لونه white. أما لما يحكي keratosis بالآيس هي keratinization of the epithelium that is not normally keratinized. يعني في epithelium بيكونش normally keratinized. لما يحكي keratosis يعني صار في عندنا keratinization للإبيثيليوم not normally keratinized. تعبير كل شوي راح أحكي acanthosis ونحن نحكي atrophy oral hyperkeratosis increased the keratin layer الأكانثوسيس هو type of thickness بتزيد الثيكنس تبعت الابيثيليوم بسبب انه زاد number increased number of the cells in the prickle cell layers على كمان مره علينا الأكانثوسيس راح احكيها كثير هي type of the epithelial hyperplasia لما يزيد عندنا thickness due to increased number of the cells بهاي الابيثيليال layer وخاصة بالبريكل سيل layer شو بيصير في الريتي ريجز اللي بنعرفهم بيصير broadening and lengthening of the ريتي ريجز بنشوف صور بعد شوي بيصير في عندنا الريتي ريجز الريتي ريجز هدول اللي داخلين بالconnective tissue باللامينة بروبريا
بيزيد طولهم وبيزيد ايش عرضهم. هذا الاكانتوسيس اذا هو هايبربلاجيا اوف ذا ابيثيليوم تو ديو تو انكريز نمبر اوف ذا سيلز في البريكل سيل لاير. الاتروفي عكسها, الاتروفي عكسها هي الثيكنس اوف ذا ابيثيليوم ديكريزد وليس انكريزد. عشان هيك الريتي ريدجز ما بنشوفها, بنشوف زي شيء فلات, الابيثيليوم فلات مع الاندرلاينج لامينا بروبليا مش داخلين ببعض. هذا هو الاتروفي, الثيكنس ديكريزد, حتى السيلز عددهم بقل. السيلولار اتيبيا هو شو يعني لما نطلق تعبير سيلولار اتيبيا؟ جروب اوف سيلولار تشينجز اللي هيستولوجيكالي بعطينا انديكيشن انه هاي السيلز بوتنشالي مالجننت او هي عباره عن مالجننت. فهون السيلز لما يكونوا اتيبيا الابيثيليوم هون بنسميه ديسبلاجيا. اذا تيرم لما نطلقها على السيلز بنقول اتيبيا سيلولار اتيبيا. اذا في هذا التشو فيها سيلولار اتيبيا الابيثيليوم هون نحكي عنه في عندنا هون ابيثيليال ديسبلاجيا. اذا الاتيبيا ريفيرز تو ذا سيلز والديسبلاجيا للتشو. بس هذا هو. ناخذ بريك بعدين نبدا وشرحنا شو هو البيكنوتيك نيوكلياي كوندنسيشن للنيوكلياس شرينكج نيوكليار ديستركشن. وعاده الاورال ميكوزا كونسيست اوف ستراتيفايد سكواموس ابيثيليوم اللي هو الاورال ابيثيليوم, والاندرلاين بيكون كونكتيف تيشو اللي بالاورال ميكوزا بنقول له لامينا بروبريا. بدنا نبدا في واحده بواحده, بدنا نبدا بالهيلث كونديشن, بعدين بدنا في الجزء الثاني من المحاضره بعدين بدنا نحكي على تروماتيك على ميكانيكال ثيرمال اند كيميكال cause of this white lesions. بعدين بدنا نحكي على الليكوبليكيا. البريك كالعادة نص ساعة يعني على 10:30 بنكون مناسب إن بنرجع ونكمل المحاضرة. يلا Thank you.
Thank you.
أنا
Yeah.
لما نحكي على الوايت ليجنز نبدا بالوايت ليجنز سببهم هيريديتري كونديشنز. The most common cause the white lesion بسبب الهيريديتري كونديشن هي الوايت سبونجي نيفس، على الرغم انها the most common لكنها صغير، عباره عن developmental anomaly inherited as autosomal dominant disorder. هاي الليجن مش potentially malignant، totally benign familial legion، تيجي بالفاميلي، اكثر من واحد عضو في العيله بيكون عندهم هاي الليجن،
طبعا هم صغار بالعمر بنخلقوا فيها developmental clinically the affected mucosa بتكون white thick spongy in appearance irregular thickness وعادة بتكون bilateral مرات بتكون the lesion is very extensive مناطق كثير وكثير مرات بتكون بس لوكالايز للبكر ميكوزا لكن لما تكون على البكر ميكوزا بتكون باي لاترال ممكن تكون موجوده في الفلور اوف ذا ماوث في التانج في البلات لكن اكثر شيء بتكون على البكر ميكوزا ما الهاش بوردرز ديفايند بوردرز ديفيوزد وذ سراوندينج اورال ميكوزا ممكن أفكت على other mucosal surface مثل النوز, الأسفيجاس, vaginal region هذه ولا ممكن يكونوا موجودين غير الليجنز الموجودة بالأورال كافيتي إذن هي hereditary, familial, totally benign الليجن تكون thick, soft, spongy عشان هيك أجا اسمها white spongy nevus وبتكون bilateral وأكثر منطقة على البكال ميوكوزا هاي الليجن قديش اكستنسيف كل البكال ميوكوزا افكتد اذا نمسكها بنلاقيها ثيك البكال ميوكوزا هون اكثر من النورمال سبونجي ابييرنس وايت ديفلوبمنتال توتالي بيناين الباثولوجي بسبب وجود هذا السبونجي ابييرنس هذه الليجن هي increased thickness of the epithelium في عندنا اذا acanthosis with marked hyperkeratosis. إذن في عنا acanthosis with marked hyperkeratosis. عنا marked intracellular edema. عشان هيك شفناها spongy appearance تبعتها. الintracellular edema خاصة بالprickle cell layer والparakeratinite cell layers. ما في any dysplasia. Totally benign. ما إلها أي احتمالية إنها تتحول لسكواماس سيل كارسينوما ما بدها تريتمنت جست ري أشورانس عادة ما بتختفي بتضلها موجودة طول العمر بس مش إشي بخوف وهي وايت ليجنز باي لاترال ديفلوبمنتال فاميليال توتالي بيناين هاي لما حكينا هايبر كيراتوسيس أد أكانثوسيس شوف قديش هنا في صار عندنا هايبر بليجيا للإبيثيليوم لأنه زادت السيلز بالبريكل سيل لاير بعدين هنا في عنا انترا ابيثيليال هدول المناطق الفاضيه هي اللي بتكون معبيه اديما انترا سيلولار اديما زائد الونجيتد هي هنا لما نكون اكانثوسيس اند هايبر كيراتوسيس اكانثوسيس هي الريتي ريدجز الونجيتد اند براودنينج اوف ريتي ريدجز هدول هم الريتي ريدجز هنا اللمنا بروبريا وهذا الابيثيليال ستراتيفايد سكواماس ابيثيليوم هايبر keratinized and acanthosis acanthotic hyperplastic epithelium مفهوم هذا الهيستوباثولوجيكال ابييرنس مع الانتراسيلولار اديما اللي بعطي للسبونجي يعني احساس للسبونجي هذا لما نمسكها والثيكنس بتزيد الثيكنس انتراسيلولار اديما لوكو اديما هي just simple variation of normal anatomy حلو هي just simple variation مش إشي abnormal ولا هو إشي pathology بصير عندنا thickening في البكر الميكوزا وبتكون bilateral وdiffused لونها مش زي مثلا white spongy nevus هالقد بيضة translucent faint white gray طبعا هي موجودة caracial pigmentation of the oral mucosa 90% من البلاكس عندهم ليوكوديميا لونهم غامق البشرتهم غامقه بيكون عندهم ليوكوديميا وفي شوي ممكن يكون كمان الوايتس موجوده لانها هي عباره عن نورمال فرياشن بس هي اكثر موجوده كاريشيال بيجمنتيشن اوف ذا اورال ميكوزا موجودين عند الافارقه عند بشرتهم سمراء لما التشيكس ار ستريتشد في الليكوديميا الليكوديما تيبيكالي ديسابير هذه واحدة من اللعب ساعدك في الدياجنوسيس بتذكر بالهيمانجوما ساعدنا بالدياجنوسيس لما جبنا جلاس سلايد وصار عندنا بلانشينج هون
نيجي بنمسك هالأورال ميكوزا بنعملها ستريتشنج بنلاقي الكلر اختفى. الوايت ليجنز الفينتي وايت تيبيكالي ديسابير. لكن لو جينا على ليكوبليكيا على وايت سبونجينيفاس وعملنا ستريتشنج ما بيأثر، ببال موجود الوايت ليجن. فهي واحدة من الشغلات اللي بتسبب عن بتدلنا على الدياجنوسيس. هيستولوجيكالي برضو ثيك، لما نمسك هاي الميوكوزا بنلاقيها ثيك، فالإبيثيليوم هون ثيك والريتي ريجز وايد إلونجيتد. البريكل سيل لاير بنشوف فيها فاكيوليتد سيلز لانه increased الانترا سيلولار إديمة، عشان هيك بعطينا الثيكنس. اذا هايبر كيراتوسيس برضه زائد انترا سيلولار إديمة. تروماتيك كيراتوسيس، فريكشنال كيراتوسيس، لما يكون الميكانيكال كوز بنسميها فريكشنال كيراتوسيس. هلا اذا كان الفريكشن prolonged to mild، الابريجن والفريكشن prolonged chronic يعني and mild، الريزلتس بتكون وايت ليجن. بس اذا كان الفريكشن اكيوت والاريتانت مش لو فريك لو جريد هاي جريد الاريتانت، بتكون الريزلتس ulceration. اذا كمان مره، اذا كان الكوز prolonged mild abrasion يعني عندنا chronic friction، الفريكشن ماخذ وقت طويل with low grade الإيريتانت هون low grade، فالريزلتس بتكون بالبداية بتبدأ تغيرات بالكلر بالثيكنس للأورال ميوكوزا للإبيثيليوم، بتزيد عندنا الثيكنس وبتزيد الكلر، بدل أول تكون أول إشي بتكون translucent faint، مع الوقت بتصير more white. واضح إنه هاي الفريكشن هو السبب تبعها. شو في أسباب للفريكشن؟ ممكن يكون sharp tooth عمل لنا فريكشن، cheek bite اللي هي habit لينيا ألبا اللي هي عبارة عن frictional keratosis، denture هو بتحرك بيعمل عندنا friction، والفريكشن هذا كان low grade، فالريزلتس ما بتكون ulceration، الريزلتس بتكون عبارة عن white lesion، traumatic keratosis، frictional keratosis. إذا any acute frictions عادة بسبب عندنا ulceration، chronic friction prolonged mild بسبب عندنا white lesion. وزن at first الباتشز بتكون pale، بتكون translucent، مع الوقت بتصير الأورال ميوكوزا more thick white، وsometimes بتصير في عندنا roughness. بس واحدة من الدياجنوسيز إن إذا إحنا عملنا ريموف، واحدة كيف بندلنا على الدياجنوسيز، إذا إحنا عملنا ريموف للكوز، ريموف the source of irritation، الليجن لازم منها إنها تختفي، تصير لها regression، تختفي وبتحتاج من 10 أيام لأسبوعين. إذا ما اختفى معناته الدياجنوسيز تبعك غلط، أو أنت ما قمتش الكوز. وإذا الدياجنوسيز تبعك غلط هنا ممكن يكون هذه الليجنز أكثر خطورة، مثلاً ليكوبليكيا، فهون نحتاج إننا نعملها بايوبسي to exclude the dysplastic أو الدسبليجيا اللي ممكن نشوفها في الليجنز هذه اللي هي ليكوبليكيا البوتنشيلي مالجنات ليجنز. إذن هذه الليجن هي ريفيرسبل، تنشيل الكوز لازم إنه يختفي هذا تختفي هاي الليجن. نيح؟ تمام؟ آه طبعاً أوتوزوم ديفلوبمنتال أوتوزومال دومينانت أوتوزومال ريسيسيف 100% طبعاً ريليتد ديفلوبمنتال ريليتد للجينيتكس 100 صح. هيريديتري كونديشنز أوتوزومال دومينانت هيريديتري ديفلوبمنتال أند هيريديتري. طيب كونجينيتال يعني الليجنز لما تكون كونجينيتال يعني بنخلق فيها. اوكي فالتعبير developmental hereditary congenital لازم مخدينها وبتعرفوها اكيد بتعرفوها. طيب هلا هون شو في عندنا؟ في عندنا friction، عمل عندنا هاي الليجن، شوفوا هاي الوايت ليجن والمناطق اللي بصير فيها الفريكشن هون على الاوكلوزال سيرفيس اوف ذا تيث، يعني due to
بارا فانكشنال هابيت ديو تو انه هون في عندك الاسنان معمولين ريستوريشن ممكن شارب كاست شارب ريستوريشنز كل هاي الاشياء ممكن تسبب بس هون واضح انها جاي بشكل عريض وايش وعلى كل اللاين تبع الاوكلوزال سيرفيس اوف ذا تيث عشان هيك هون ممكن الهابيت لها دور في هذا الفريكشن فريكشنال كيراتوسيس ريموف الهابيت ساعد هذا المريض باي طريقه ما انه ما يكون عنده الهابيت البلوكسيزم والتشيك بايت فبتروح هاي الليجن تختفي مرات الهابيت هون صعب انك تشيلها بس اذا كان مثلا السبب شارب توت شارب ريستوريشن شلتها لازم هذه الليجن تختفي خلال اسبوعين ما اختفتش نحتاج الى بايوبسي تو اكسكلود انه هاي الليجن يكون فيها ديسبيجيا ان هاي الليجن عباره عن كوبليكيا بوتنشلي مالجنت ليجن هاي هون مع الفريكشن طريقه اخرى انه هون في المنطقه مخلوع السن وبعد فتره المخلوع الايت هون بعد فتره شو صار في الابر ايت موجود صار اوفر ايربتد فبيعمل عندنا فريكشن على الريدج هون فالليجن هيئتها مع الوقت صارت وايت اند رف ريموف الكوز ايم اخلع الابر ايت بتلاقي هذه الليجن تختفي ما اختفتش نحتاج الى بايوبسي هاي كمان مثال على الفريكشنال كيراتوسيس مثال اخر على الفريكشنال كيراتوسيس هيستولوجيكال هايبر كيراتوسيس اند اكانثوسيس هذول لما يحكي هايبر كيراتوسيس اكانثوسيس هم ليش عندنا صار عندنا ثيك ميوكوزا وبسبب الهايبر كيراتوسيس هذا صار عندنا الوايت ليجن اذا هي هايبر كيراتوسيس مع شويه اكانثوسيس هي كيف الاكانثوسيس هي هون السيلز زاد عددهم بالبريكل سيل لاير elongated reti ridges هذول الريتي ريدجز elongated and widening broadening no dysplasia totally benign برضو الفريكشنال كيراتوسيس هاي وايت ليجن هلا بنحكي على الكيميكال كيراتوسيس كيميكال انسلت للاورال ميكوزا ممكن يعمل عندنا وايت ليجن بس الكيميكال انسلت اذا كان سيفير نفس الشيء زي قبل شوي كان اكيوت بسبب عنا ulceration واحدة من الأمثلة على الكيميكال كيراتوسيس أو إنه يصير عنا ulceration واللي هي الأسبرين بيرن واحد سنه بوجعه راح بده يجيب مسكن جاب الأسبرين التابلتس وحطها في هذا الموقع وحط كمية إذا حط كمية في هذا الموقع بصير عنا epithelial necrosis sloughing and ulceration ومعها ممكن كمان مع الوقت يصير في عنا إذا كان عنا أقل الدوز تبع الأسبرين أو low grade chemical irritation results تكون hyperkeratosis and white lesion أو combination between white lesion and ulceration هذا الأسبرين بير هلا في كمان مثال آخر على chronic chemical irritation للأورال ميوكوزا في habits موجودة وبكثرة ولحد الآن في مناطق من آسيا اللي هم اللي بدخنوا عن طريق chewable smoking بضلهم يمضغوا الدخان يحطوه بالفيستيبيول بالبكال فيستيبيول ويمضغوا الدخان او الهابتس الاسماء الاخرى زي السناف او البيتل نات هابت موجودين هذول في الهند كتير في الباكستان يعني المناطق القاره الهنديه الشبه القاره الهنديه بسريلانكا ممكن كمان هاي الهابتس شو بتعمل عندنا ابيثيليال ثيكنينج اند هايبر كيراتوسيس زي الكرونيك فريكشن فالريزلتس بتكون وايت ليجن وبتكون هذه الوايت ليجن في بعض الحالات فيريكويد وايت ليجن مع فولدد وايت ليجن فالاسم هنا ليجن ممكن نسميها فيروكاس ليكوبليكيا في اليمن اوكي يعني بختلف القاط عن هذا الحكي بس صح شو أقول هذا الاسبرين بيرن هاي في عندنا نيكروسيس زائد وايت ليجن واحد هاي هون اسنانه مكسرين وجع في عنده ألم راح حط الاسبرين هون فعمل عندنا كومبينيشن بتوين نيكروسيس اند وايت ليجن ثيكنينج للميوكوزا هايبركيراتوسيس اند اكانثوسيس هاي هون اللي بخزنوا اللي قلنا عنه التشوبل توباكو البيتل نات والريزلتس هياتها عبارة عن كيميكال كيراتوسيس كيميكال مع الوقت ممكن هاي تكون أكتر لونها مش وايت كمان يلو stained by tobacco
بياتها فيها تغيير شويه كلر اما لا تتغير، بس دائما هون بتكون تفاحصنا الليجن كيف فولدد ثيك فولدد. في شيء ثاني اسمه ثيرمال نيكوتينيك ستوماتايتس، سهله هاي نيكوتينيك ستوماتايتس. هاي هابت لونج تيرم بيضلوا يشربوا البايب لفترات طويله، او سيجار سموكرز سيجار والبايب، غير انه بيعمل عندنا كيميكال اريتيشن على البلات، بيعمل كيميكال اريتيشن بيعطينا الوايت ليجن. الكومبوننت الثاني تبعت الموضوع انه ثيرمال اريتيشن على الهارت بلات، اذا هي لانه السيجار حجمه كبير وبيعمل هيت، ونفس الشيء البايب بيعمل هيت على البلات. فاذا هنا في عندنا تو كومبوننت حتى يصير في عندنا نيكوتينيك ستوماتايتس، اللي هو الكيميكالز اللي هو التوباكو، زائد الثيرمال اللي هو الهيت اللي بيأثر على الهارت بلت. فشو بنشوف الليجن؟ الكيميكال عملنا الوايت ليجن، والثيرمال عادة بيعمل عندنا انفلاميشن للماينر سيليفري جلاندز داكت اوريفيس. في عندنا ماينر سيليفري جلاندز في البلت، ففي عندنا بصير عليهم اريتيشن، فبصير في عندنا انفلاميشن على هذول الماينر سيليفري جلاندز due to الهيت، وممكن كمان due to الكيميكال اريتيشن. فالريزلتس بتكون على البالت بتشوفه وايت ليجن with a red spots. الريد سبوتس هم الانفلامد ماينر سيليفري جلاند سبوت، ماينر سيليفري جلاند داكتس، الاورفيس تبعت الماينر سيليفري جلاند داكت. واضح واضح. اذا هو وين المنطقه لما نحكي على نيكوتينيك ستوماتايتس؟ بتاثر على التانك على الباك ميكوزا؟ لا، بس على البالت. إذا واحد بيشرب سيجار أو بيشرب بايب وحاط الدنشر، بتصيبه هاي الليجن؟ لا، لأنه الدنشر بيحمي البلت من الهيت. New component للنيكوتينيك استوماتيتس: hyperkeratosis chemically and inflammatory swelling للminor salivary gland. فعشان هيك الريزلتس بتكون white thickening للبلت with red spots. إذا الوايت هو الباك جراوند مع ريد سبوتس، صح. هي هنا في عندنا وايت ليجنز مع هدول الريد سبوتس، هذا نيكوتينيك ستوماتايتس مع الهابت تبعت السيجار او البايب لونج تيرم. باثولوجي للنيكوتينيك ستوماتايتس نشوف هايبر كيراتوسيس اند انكانثوسيس مع كرونيك انفلاماتوري انفلتريشن بنيث، واللي بعطينا الريد سبوتس هدول هم السوولن انفليمد اورفيس اوف ماينر سيليفري جلاند داكتس. برضو هاي الليجن ريفرسبل، هي هابت ببطل يدخن السيجار او البايب، عاده بتروح الليجن ريزولف وذين ويكس، نو نيد للبايوبسي، حتى ما تعتبر pre-cancerous lesion. أي شيء له علاقة بالهابت، ريموف الهابت، بتروح الليجن، ما بنعتبرها pre-cancerous. نحكي على الليكوبليكيا هذا اللي هي مهمة، هي الاكسكلوجنز، هي اكسكلوجنز، لا هي هيك ولا هي هيك ولا هي هيك، فهي ايدوباثيك. تعريفها الليكوبليكيا white lesion that cannot be scrubbed off and cannot be diagnosed clinically or pathologically as any other entity أو any specific disease process. The investigation will reveal any cause. نتجه إنه نسمي هاي الليجن ليكوبليكيا، نعطيها term ليكوبليكيا. إذا diagnosis of ليكوبليكيا is one of exclusion. اذا هي هذه الليجن عباره عن ايدوباثيك ليجن، واضح. طبعا على الرغم من هيك برضه في لها كوز، بس هي لا هي درماتولوجيكال ولا هي تروما ولا هي ديفلوبمنتال، اوكي، ولا هي انفكشن. فهون بنحكي عنها ليكوبليكيا، بس الليكوبليكيا دائما نربطها مع التدخين. كثير اكثر سبب للليكوبليكيا او predisposing factor هو السموكينج. ال incidence of ليكوبليكيا، بحكي على ليكوبليكيا منيح بخصوص حضرتك، مش قصيره، مهم نفهمها منيح. on average ككل العالم ال incidence ليكوبليكيا طبعا بتختلف، في مناطق
بتزيد اللي اكثر بيدخنوا، في مناطق بتقل اذا كان التدخين اقل. In different parts of the world, the incidence of leukoplakia من 0.2 مثلا في مناطق الـ developed country، في الـ West Europe، في بعض مناطق West Europe أو في اليابان نسبتها أقل، لمناطق اللي بتصل لـ 4% من كل الـ population. مع extensive follow-ups على هاي الـ White Legion 10 سنين، دائما leukoplakia نعتبرها potentially malignant. إلها risk of developing cancer. هاي معناتها pre-malignant lesion, potentially malignant. المalignant transformation rate of leukoplakia بيعتمد على أشياء كتير، بس لما نحكي leukoplakia يعني smooth white lesion 1-2 أكتر شيء بالليترتشر حكوا عن 4% إنها تتحول لسquamous cell carcinoma within 5 years. إذن vast majority of leukoplakia فيش فيها dysplasia، بس كل leukoplakia لازم نفحصها لأنه ممكن يكون فيها dysplasia، بس أكثرهم فيش فيهم dysplasia، وهذا بيعتمد إذا كانت smooth homogeneous ولا not smooth wrinkled not homogeneous white lesion. لما يكون فيها white red lesion بتكون أكثر خطورة. incidence white homogeneous leukoplakia مثلاً بدل ما تكون 2-4% بتتحول لسكواموس سيل كارسينوما، السبيكل تايب لما يكون في عنا وايت مع ريد ليجن يعني في عنا كمان أتروفي أوف أورال ميكوزا بتطلع النسبة 20% اختلفت. تمام، النسب هاي مهمة فهمناها. طبعاً الميل أكثر من الفيميل، لكن الـ recent studies زادت نسبة الفيميل، لأنه إحنا حكينا إنه الليكوبليكيا مرتبطة جداً مع السموكينج، وزاد الـ consumptions of tobacco within women، عشان هيك قلت النسبة، كانت 2-1 هلا أقل من هيك. في الـ older people بتصير أكتر من الـ younger، but recently برضو بالـ younger people عمالنا بنشوف أكتر ليكوبليكيا برضو لأنه increase the consumption of tobacco and alcohol between the younger patient, younger population. المناطق الأكتر حدوثاً للليكوبليكيا buccal mucosa, tongue, floor of the mouth، شفتها كمان في البلات، وبالريترومولار bad area. الليكوبليكيا برضو خطورتها حسب السايت تبعها. هلا ليكوبليكيا بالفنترال سيرفيس اوف ذا تانج وبالفلور اوف ذا ماك اوف ذا ماوث اكثر خطوره مثلا من ليكوبليكيا بتصيب البكال ميوكوزا. اذا المناطق الليكوبليكيا اللي بتصيب الفنترال تانج والفلور اوف ذا ماوث بنسميها سابلينجوال كيراتوسيس هاف اي هاير ريسك اوف مالجنان ترانسفورميشن ذان اذر ليجنز ات اذر سايتس. هاي معلومة تانية، إذن اللون والموقع، حكينا لون وموقع والتكستشر، السموث مش زي الرف، دول كلياتهم لهم دخل بالبروجنوسيس اوف ليكوبليكيا، مين ممكن تتحول لأكثر، بس كله أني ليكوبليكيا لازم من شكلها ما بتقدر تعرف إذا فيها ديسبليجيا ولا لا، ممكن سموث وايت وتكون فيها ديسبليجيا وتكون كتير بوتنشالي مالجنانت. أو حتى تكون هي عبارة عن زي ما حكينا هاي الوايت ليجن مش بس ليكوبليكيا، هي عبارة عن كارسينوما سكواموس سيل كارسينوما. هاي ليكوبليكيا وايت ليجن that cannot be scrubbed off موجودة بالفلور اوف ذا ماوث على الفنترال سيرفيس اوف ذا تانج، فعشان هيك هاي الليجن potentially malignant لما تكون بهذا الموقع أكثر خطورة من مواقع أخرى. Clinical features of the leukoplakia. Yeah, بيكون small, quiet lesion, like extensive lesion involving large area of the mucosa. ممكن زي ما حكينا تكون smooth، ممكن تكون wrinkled، ممكن تكون الكالر تبعتها white white، ممكن white عيلو خاصة إذا كان في عنا smokeless tobacco أو gray. إذن
الليكوبليكيا في عنا variation بالكلينيكال appearance. ممكن إذا هم حسب الـ WHO برضو تصنفت إلى نوعين homogeneous and non-homogeneous leukoplakia حسب الكلر والتكستشر تبعت هاي الليجين. non-homogeneous leukoplakia برضو subdivided into speckled, nodular and varicoid. واضح انه الهوموجينيوس ليكوبليكيا البروجنوسيس تبعتها احسن من الهوموجينيوس ليكوبليكيا، واتعسهم بالنون هوموجينيوس ليكوبليكيا هي السبيكل تايب لما تكون وايت ريد ليجن، اي ريدنس بالاورال ميكوزا اكثر. اذا نون هوموجينيوس ليكوبليكيا لها وورس بروجنوسيس. السبيكلينج اللي بحدث مع الليكوبليكيا عاده الليكوبليكيا الوايت قلنا فيها ممكن يكون في عندنا هايبر كيراتوسيس انكريز ثيكنس، بس عادة لما يكون في عنا redness redness due to atrophy، والاتروفي more susceptible انه يصير في عنا الاورال ميكوزا، لما تكون اتروفي more susceptible انه يصير في عنا carcinogenic changes. في بعض انواع الليكوبليكيا بتعطي الورتي، فعشان هيك بنحكي لوكس ليكوبليكيا. وين موجوده اكثر في اللوكس ليكوبليكيا؟ مع مين؟ مع اللي بدخنوا عادي ولا اللي بدخلوا شوبل توباكو؟ لا، اللي بدخلوا شوبل توباكو. فاللي بدخلوا شوبل توباكو اكثر بعطينا الابيرنس وورتي ابيرنس للوايت ليجن، نسميها فيروكاس ليكوبليكيا. تمام. ها هاي هون لما قلنا الليكوبليكيا مش صغيره حجمها، حجمها هون باثنين في اثنين ونص سنتيمتر، العرض في بعض المواقع اكثر من مواقع اخرى، بس طولها قال شيء اثنين ونص، عرضها ان افريج اثنين سنتيمتر، سموث وايت ليجن موجوده على الجنجيفا بالفيستيبيول اكستندد للليبيا الميكوزا. ممكن هاي هيك ديسكريبشن لما تيجيك امتحانات في المستقبل بدك تقعد قدام الممتحن، احسن شيء في هيك ليجنز تعمل ديسكريبشن صح وتحط ديفرنشال دايجنوسيس. لو ما عرفتش الدايجنوسيس بتاخذ علامه منيحه مثلا في السبوت اكزام والفايفا اكزامز. اذا هون عندنا الليجن هذه هوموجينيوس ولا نون هوموجينيوس؟ سموث وايت، شو رايكم؟ منيح، انت اليوم صحيين، محاضرة الصبح تكونوا صحيين اكثر. صح صح، هوموجينيوس ليكوبليكيا وايت سموث واضح. هلا هاي الليجن الثانية وين رحنا؟ استنى، هاي الليجن مين بيقدر يعمل لي ديسكريبشن عليها؟ وين موجودة؟ شو الزلمة هذا؟ واضح انه ايش بدخن كثير، من هذا لون الاسنان لما يكونوا هيك سود عند منطقة البلات. في عنا هون وايت ليجن، هون في عنا هون وايت ليجن، هاي الوايت ليجن مع ايش؟ مع ريدنس، حجمها برضو نفس الشيء 2 ب 1.5 سنتيمتر، هون في عنا او 2 ب 2 سنتيمتر، في عنا ريد ليجن وذ وايت ليجن. شو اسمها؟ نون هوموجينيوس بالبلات، في عنا ريدنس نون هوموجينيوس في البلات. شو اسمها هون اللي قلتها اللي بيصير فيها؟ اشوف حدا سبيكل فيه ولا حدا حكى سبيكل دون، بس بإي بدون آي. حلو، سبيكلينج، سبيكلد ليكوبليكيا، منيح سبيكلد ليكوبليكيا لما تكون مين أكثر potentially malignant إنها تتحول لسكواماس سيل كارسينوما؟ أكثر احتمالية اللي هي هاي اللي هي فيها ريدنس وايت ريد ليجن. إذا بدنا نعمل بايوبسي عادة نأخذها من الوايت وايت ليجن، ولا اذا كان في عندنا منطقه فيها وايت ريد بناخذ من منطقه الوايت ريد، ناخذها من منطقه الوايت ريد، لانه من منطقه الوايت ريد اكثر خطوره، اكثر بوتنشلي مالجنانت، في هناك اكثر بري مالجنانت، اخطر صح من هوموجينيوس. منيح، اتيولوجيكال فاكتور اوف ليكوبليكيا. باي definition زي ما عرفناها ليكوبليكيا الاتيولوجي يعني مش معروف ايدوباثيك، لكن في هناك عندنا predisposing factor. ليكوبليكيا
لقينا لها كتامة كتير علاقة مع السموكينج تشوابل والسموكينج العادي تشوابل سموكينج and السموكينج التدخين العادي كلياته له علاقة مع الكوبليكيا بس مش له علاقة بالمحاضرة الجاية بنحكي على الكارسينوما برضو له علاقة مع سكوامس الكارسينوما كل البوتنشال مالجنانت ليجنز الأسباب تتشابه مع الأسباب لحدوث سكوامس الكارسينوما إذن أهم سبب هو التباكو التباكو the most common etiological factor smoked or smokeless tobacco التشوب التباكو كتير عادي موجودة في قارة آسيا بمناطق كتير من قارة آسيا وخاصة بشبه الجزيرة شبه القارة الهندية تاني سبب الكحول وخاصة الكحول لما يكون مع التدخين يعني بنفس الوقت الكحول لحاله ممكن ما يكون هو سبب أساسي بالإتيولوجي أوف الكوبليكيا بس كحول مع تباكو بيعمل سينيرجيستيك إفكت بيشتغل as a solvent agents للنيتروس أمينز اللي هي الكارسينوجينيك part of tobacco هاي كمان سبب آخر الكانديدا كتير مرات مع البيوبسي دائي إنه في عنا هذه الوايت ليجين associated with candidal infection نسميها candidal leukoplakia أو chronic hyperplastic candidiasis وهدولا بيكونوا white red speckled type more potentially إنه يتحولوا لmalignant إذا candida مع white ليجين أكثر خطورة من white ليجين بدون candida candida مع white ليجين عملت speckling عملت عنا الليجين فيها redness سميناها chronic hyperplastic candidiasis أو speckled leukoplakia هلا لساته مش معروف إنه هي الليجن بالبداية تشكلت إنك وايت ليجن بعدين سوبر imposed infection by candida ولا الكانديدا هي اللي سببت عنا الوايت ليجن ممكن هيك وممكن هيك لسه في عنا شك في الكوز لهاي الليجن speckled leukoplakia اللي ما تكون وايت ليجن أوكي الفيروسز أسباب أخرى للليكوبليكيا الفيروسز في إثباتات إنه الليكوبليكيا والنوع اللي هو الهيري ليكوبليكيا بيكون على lateral surface of the tongue كتير مرات بيكون bilateral corrugated ليكوبليكيا اسمها هيري ليكوبليكيا سببها الفيروس الإبشتان بار فيروس الإبشتان بار فيروس بسبب عنا نوع من أنواع الليكوبليكيا اسمها هيري ليكوبليكيا بتيجي هاي بالimmunocompromised patients هذه الليجن تيجي بالimmunocompromised patients زي الـ HIV أو اللي عندهم كدني ترانسبلانتيشن اللي بياخدوا اميونو سابريسر دراجز برضو الهيومان بابيلوما فيروس لها علاقة أكيد مع السكوامس الكارسينوما ولها علاقة بالإتيولوجي أوف سام ليكوبليكيز نحكيها بالمحاضرة الجاية بالتفصيل عن الهيومان بابيلوما فيروس وعلاقته مع ال كارسينوما الفيروسز غير الفيروسز حكينا ممكن ايش كمان بكتيريا سيفليتيك ليكوبليكيا خامس شغلة او سادس شغلة الاورال اتروفي انه يصير في عنا اتروفي اوف ذا اورال ميوكوزا الاتروفي اوف ذا اورال ميوكوزا بتصير عنا الليجن مش وايت وايت ريدج يصير فيها سبيكلينج والسبيكلينج قلنا هاي أكتر خطورة لما يكون في عنا سبيكلينج to develop oral cancer هذا السبيكلينج بنشوفه بالسبيكلد ليكوبليكيا وبنشوفه كمان بالإريثروبليكيا اللي هي red lesion بدون white red lesion هلا red lesion أخطر من white lesion والwhite red lesion أخطر من بس smooth white lesion هاي كمان شغلة بالبروغنوسيس مهمة ليش الإبيثيليوم لما يصير فيهم أتروفي بصيروا مور سسبتابل إنه يدخلوا عليهم الكارسينوجينز الكارسينوجينز مثلاً الموجودين بالتوباكو إيش الأسباب اللي بتسبب عندنا إبيثيليال أتروفي النيوتريشنال ديفيشنسيز زي آيرون ديفيشنسي and فيتامين ديفيشنسي زي فيتامين بي 12 and فوليك أسيد منيح المعلومات هدول بيعملوا عندنا أتروفي للأورال ميوكوزا والأتروفي of the oral mucosa ممكن سبب لحدوث الوايت ريد ليجنز حلو pathology ضلينا نحكي على الباثولوجي
ونخلص المحاضرة تبعت الليكوبليكيا مع البروجنوسيس تبعت الليكوبليكيا اللي حكيناه البروجنوسيس فهمناه بس منعيده بصراحة. طيب نفس الشيء نقول عنها هي الليكوبليكيا حسب تعريفها ما إلها connection historically وهي exclusions، فحتى الهيستوباثولوجيكال appearance الليكوبليكيا wide range is a wide range بالهيستوباثولوجيكال appearance of oral leukoplakia. ممكن نلاقي فيها حسب حتى شكلها varying degrees of keratosis and hyperkeratosis epithelial thickness increase the epithelial thickness. في بعض الحالات زي ما حكينا ممكن يصير atrophy لما تكون speckled، وفي عندنا epithelial dysplasia بس مش كل الحالات بيكون فيها epithelial dysplasia، معظمها بيكونش فيها epithelial dysplasia. بس احنا لما ناخذ الهيستوباثولوجيكال ابييرنس اهم شيء بيهمنا اذا في عندنا epithelial dysplasia او لا. اذا فيش epithelial dysplasia اختلف التريتمنت، ممكن فولو اب. اذا في عندنا epithelial dysplasia ممكن بدنا نشيلها للليجن. فاذا مهم في الهيستوباثولوجيكال ابييرنس للليكوبليكيا ان بندور على الepithelial dysplasia زائد chronic inflammatory cell infiltration في اللامينا بروبريا. إذا هو فيها اختلافات من ليجن لليجن، في اختلافات بالكيراتوسيس والهايبركيراتوسيس والأكانثوسيس epithelial thickness والepithelial dysplasia ممكن يكون موجود وممكن يكون مش موجود. إذا the clinical appearance ما بدل لك شو هو الهيستوباثولوجيكال appearance. أي white lesion should be نعملها mandatory إن نعملها biopsy. كمان مرة بنعيد الترم ليكوبليكيا مالوش histopathological connection. الابيثيليال ممكن يكون hyperplastic hyperkeratosis، ممكن في بعض الحالات ما يكون، بالعكس يكون في اتروفي في نفس الليجن، تكون المنطقة الوايت يكون فيها hyperkeratosis والمنطقة اللي فيها redness يكون فيها اتروفي، لأن الاتروفي هو اللي بعطينا اللون الريدنس بسبب انه صار في عنا اكثر وضوحا الفاسكولاريتي اللي صب ميوكوزا اللي تبين، فعشان هيك بعطينا اللون الاحمر لما تكون عنا اتروفي في الاورال ميوكوزا. في بعض الاوقات هذه الليجن جاست بنشوف فيها هايبركيراتوسيس، لما تكون سموث وايت عاده بنشوف هايبركيراتوسيس اند اكانثوسيس، ما فيش اني اذر ابنورمال ابيثيليال تشينجز، فيش عنا ابيثيليال ديسبلاجي. معظم الحالات إذن ممكن ما يكون في epithelial dysplasia، بس في بعض الحالات ممكن يكون في عنا epithelial dysplasia. بدنا نفهم شو يعني epithelial dysplasia، ماخدينه في محل ما بجوز انتو. شو هو الابيثيليال؟ عادة امتى بتكون فيها epithelial dysplasia أكتر بالnonhomogeneous type، في speckled type، في recoil type، في nodular type، هذولا more بيكون فيهم dysplasia. Feature of epithelial dysplasia جدا 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 جدا، خلينا هلا نركز نحكيهم ونخلص المحاضرة. اها ماشي، هم اكثر من 10 نقاط انتوا حكيتي عن واحدة. هذه حافظين هذول ناس، هذا رقم 6 او 7. هلا رقم 1 اهم شيء بيكون في عندنا في الابيثيليال ديسبلاجيا، يعني الابيثيليال ديسبلاجيا بتشوف في عندنا ديسبلاجيا بالسيلز، في عندنا اتيبيا، يعني في عندنا نيوكليير اند سيلولار بليومورفيزم، هي واحده من الخواص الاتيبيا. نيوكليير اند سيلولار بليومورفيزم شو يعني؟ يعني في عندنا سيلز لها اشكال مختلفه والنيوكليوس لها اشكال مختلفه، مرات النيوكليوس اكبر، مرات النيوكليوس اصغر، مرات سيل اكبر، مرات سيل اصغر. اذا عندنا ديفرنت سايز اند شيب اوف ذا سيلز اند النيوكليوس، هذه خاصيه اساسيه بالابيثيليال ديسبلاجيا. The nucleus بتصير more prominent في الratio between the nucleus والcell volume فيه اختلاف عن الطبيعي، فالنيوكليوس بتصير أكبر حجمها. النيوكليوس بتكون hyperchromatism لونها غامقة and prominent. بصير في عنا abnormal mitosis بسبب increased dividing to the cells. هاي كمان خاصية خامسة أو سادسة. بعدين بيكون عنا تير بولاريتي اوف بيزل سيلز زائد بيزل سيلز هايبرplasia. اذا في مشاكل بالبيزل سيلز لاير، في عندنا ديستيرز بولاريتي اوف بيزل سيلز اند بيزل سيلز هايبرplasia. ماخذين اجيك لكم هذا الحكي
mitosis مخدينه ان شاء الله بالجنرال باثولوجي وهي بنأكد عليه. drop shaped retti ridges. الريتي ريدجز اللي شفناهم بيكونوا هلا بشوف صور deeper wider at their deeper part, wider at their deeper part, مش زي ما شفناهم قبل شوي بالعكس, كانوا wider مش at deeper part في المنطقة اللي قريبة على اللامينا بروبريا, لا هذه المنطقة اللي داخلة بالإبيثيليوم هي اللي بتكون more wide. زائد بصير في عندنا abnormal keratinization, keratinization below the normal keratine layer, loss or reduction of intercellular adhesion. احفظوهم العشر نقاط هذول دائما بتسأل عنها بالامتحانات بالسنة رابعة خامسة بالفايفا, مهمين هذول كلياتهم. هذول خواص الديسبليجي, هذول خواص الديسبليجي برضو نفسهم, هذول ممكن يكونوا اذا كانوا هذول موجودين الخواص بس بغير موقعهم بعد الانفيجن, صار في عندنا انفيجن للاندرلاينج تيشو لللامينا بروبريا للتيشوز اللي تحتيها غير الابيثيليوم, الابيثيليوم موجود بغير محله بطل اسمها جاست ديسبلي, صار اسمها سكوامس سيل كارسينوما. اذا سكوامس سيل كارسينوما هي نفس هاي السيلولار اتيبيا اند ديسبلاستيك تيشوز موجودين بغير موقعهم بالابيثيليال, صار في عندنا انفيجن, فصار في عندنا يعني صار في عندنا اختراق للبيزمنت ممبرين, صار عندنا انفيجن, فبنحكي عن الليجن سكوامس سيل كارسينوما. بس اذا كانت لسه الليجن وذين ذا ابيثيليوم هاي اسمها ديسبلاجيا. ديسبلاجيا ممكن تكون مايلد, ممكن تكون مودريت, اند ممكن تكون سيفير. حلو نحكي هذول التعب مايلد مودريت. هاي في عندنا هون هايبركيراتوسيس اند اكانثوسيس ذا لارج ليجن, من هاي شكل الليجن. هون في عندنا تغيرات بالثلث التحتاني تبع الابيثيليوم, بالثلث التحتاني تبع الاستراتيفايد سكوامس ابيثيليوم, فهون الليجن عباره عن مايلد فورم اوف ديسبليجيا. هاي الصوره مكبره اكثر, هاي في عندنا هون نورمال, حد هون نورمال, هذا الثلث التحتاني في ابنورماليتي, في عندنا هايبر كروماتيزم, في عندنا بليومورفيزم, هاي السيلز بتختلف عن هاي السيلز, هذه النيوكليوس از مور بروميننت, في عندنا الادهيجن, تفرجوا كيف هون السيلز بعاد عن بعض, هون السيلز مش بعاد عن بعض, هون في عندنا واضح انه في مشكله بالادهيجن بالانترسيلولار, في عندنا بليومورفيزم اوف ذا نيوكليوس, في عندنا بليومورفيزم اوف ذا سيلز, في عندنا هايبر كروماتيزم صح, في عندنا prominent nucleus, في عندنا cells shape تبعها اختلف من محل لمحل, هون كمان النيوكليوس زاد لونها more prominent, الادهيجين basal cell hyperplasia, كل هذا الحد بدل انه في عندنا هون dysplastic lesion dysplasia, والdysplasia هون mild لانها بتاثر بس على الثلث التحتاني من الابيثيليوم. حلو لما قلنا امتى mild لما نشوف شو يعني اكثر من هيك, darker larger. حلو ماشي كله صح. في حدا بيقول لو سمحت اعيد فكره؟ لا بدناش نعيد, عيدنا وزدنا, بتعيد منعيد. قلنا في عندنا الديسبلاجيا ممكن تكون مايلد, ممكن تكون مودريت, ممكن تكون سيفير. مايلد بتكون تلت الابيثيليوم اللي تحت في البيزل لاير بيكون في عندنا تشينجز, تشينجز اللي حكيناهم العشرة الواضحات هنا قدامي, انا شايف زي ما حكينا بليومورفيزم. شو يعني بليومورفيزم؟ فاريشن بالسايز والشيب للسيلز والنيوكلياس. في عندنا هايبر كروماتيزم, هي لونها هنا غامقه. في عندنا برومينانت نيوكلياس, تفرجوا هون قديش برومينانت نيوكلياس, معظم السيلز فيها نيوكلياس. في عندنا مشكله بالادهيجن, السيلز هياتهم بعاد عن بعض. في عندنا هايبر بليجيا في البيزل سيل لاير صح, كل هذا دل هون في الشيء, هذا الحكي مش موجود بس بالثلث التحتاني, فحكينا mild type of dysplasia. هاي هون لما حكينا الريتي ريدجز هناك ما كانش واضح الريتي ريدجز, هون elongated at deeper part, عادة الريتي ريدجز بتكون بالعكس, هون بتكون أعرض من فوق, هون at deeper part في عنا elongation. هاي واحدة من الشغلات كمان بتضل على الدسبلاجيا. هون عندنا لحد هون شايفين في بليومورفيزم صح,
تلتين فإذا moderate type، هذا هون هون فيش مشاكل، هون changes بالسيلز حتى التلتين، فهذا moderate type of dysplasia. هون يا عم الdysplasia واصلة لفوق فوق 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 أكتر من تلتين، فإذا عندنا هون severe dysplasia. هلأ إذا صار في عندنا في الود full width من عند البيزمنت ممبرين لعند السيرفس اوف ذا ابيثيليال في عندنا هاي تشينجز بنسميه هون كارسينوما انسايتو، يعني في عندنا كارسينوما بس بموقعه ما في عندنا انفيجن لللامينا بروبليا، لسه البيزمنت ممبرين ما صار لهش ديستركشن، فهاي اسمها ممكن تكون اكثر من سيفير ديسبليجا اسمها كارسينوما انسايتو. اذا تعبير كارسينوما انسايتو في عندنا الفول width اوف ذا ابيثيليال من السيرفس للبيزمنت ممبرين في عنا تشينجز. والله واضح انا شايف في حدا بيسال ولا في حدا بيساعدني بالحكي؟ سيفير سيفير مودريت هون مودريت سيفير صح قلنا فهمنا شو بيصير بالريتيرجز. هلا نعيد الريتيرجز. هلا الريتيرجز شفناهم قبل شوي هياتها كمان هون نعتبر هاي الريتيرجز. شوف هون وايد والمحل البدايه تبعتها نارو، هي عاده بالعكس بتكون وايد بهاي المنطقه ونارو هون. اذا في الديبر بارت في عنا widening of retirages خاصية بتدل انه في عنا changes بالإبيثيليوم، خاصية اخرى من هالعشر خواص بس هذا هو المقصود. واضح خلص على البروغنوسيس حكيناه وخلصنا ولا بكفي؟ والبروغنوسيس البروغنوسيس امتى بنقول انه هاي الليكوبليكيا ممكن تتحول؟ بس معظم الليكوبليكيا بتحتاج الى بايبسي، ما بقدر بس من شكلها اقول في عنا ديسبليجيا ولا فيش ديسبليجيا، دائما لازم نعمل بايبسي مانديتري، بس الترانسفورميشن بيختلف حسب الشكل والموقع والتكستشر واللون. اذا والترانسفورميشن كل ما زدنا بالوقت كل ما زادت خطوره اكثر، بدنا فاهم من 5 سنين مش زي لو 10 سنين، من 5 سنين مثلا 2 ل 4%، بعد 10 سنين ممكن تزيد النسبه تصير 4 ل 8 تتضاعف. واحدة من المواقع اللي بتخوفنا الهاي ريسك سايت هي الفلور اوف ذا ماوث والفنترال سيرفيس اوف ذا تانك، حكينا عنها سابلينج والكيراتوسيس. الاشياء اللي بتخوفنا النون هوموجينيوس اللي بالكلر تبعتها في ريدنس السبيكل ليكوبليكيا اللي في الروكاس ليكوبليكيا، هذول النون هوموجينيوس ليكوبليكيا مور بوتنشال انها تتحول الى يعني بيدخن يشرب وعنده ليكوبليكيا، واحد لا بيدخن ولا بيشرب ولا معروف شو السبب انه عنده ليكوبليكيا، مين اكثر خطوره؟ اكثر خطوره مش معروف السبب، لانه المعروف السبب تقدر تغصبه وتخوفه وتقول له يوقف التدخين، اذا وقف التدخين ممكن يصير لها ريجريشن، فهذا بتعطيك البروجنوسيس تبعتها احسن. السبيكيد ليكوبليكيا حكينا هناك 4-6% 2 ل 4% تتحول سكوماس سيل كارسينوما لما كانت هوموجينيوس within 5 years. الترانسفورميشن بالسبيكل تايب ممكن توصل 10-20 في بعض الحالات، حكوا عن 30% in different studies. إذا انكريز الخطورة مع الريد اريا سبيكل ليكوبليكيا ممكن within 5 years نقول ان افريج 20% تحول لسكواماس سيل كارسينوما. وكم بكفي لحد هون الاريثروبليكيا نحكي عنها مع الوايت ليجنز اللي لها علاقة بالدرماتولوجيكال كوزز اللي هي لكن بلانس واللوبس اريثروميتس، بمحاضرتنا يوم الاربعاء شكل الساعه 1 زائد بدنا نحكي على اورال كانسر ان شاء الله بنقدر نخلص هذا الحكي عشان ما ناخذ محاضرات زياده، يعني نحاول نخلص بهالاربع محاضرات على الاغلب مش راح اقدر اخلص على الاغلب، يعني اللي يضل لنا شيء ناخذه بالاتفاق بيناتنا ان شاء الله. الله يعافيكم.